كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي ما ديوش على الروينه اللي مورايا. كلشي بخير وهذاك. المهم انا اليوم انا وسيليا، وسيليا كلبسها باباها خارجين، غنديكم معايا لواحد البلاصه زوينه بزاف ونشوفوا شنو الاجواء وديكشي. خليكم معايا نوريكم بعدا الاوتفيت. خلى هذاك قال بشحال الاوتفيت ديالك هنايا. كي جاكم اختي الاوتفيت ديالي زوين ولا خايب؟ صبرتي لا تي انا اختي شحال هذا من بالستين كيفاش كتحبس كلشي. ايوا دابا رجعنا لبسو تي انا اختي كابيتشو شعري درت له بحال هكا كوتشوفال. ايوا صافي نرجعو هيما هيما يا شباب. سيليا تا هي راها لبسات مش طلع غير شعكيكها، قالت لك تا هي بغات سوتو زعما فوطو. السلام عليكم. المهم واخيرا انا درت معكم مقدمه فطر، واخيرا تلاقيت مع الصديقه ديالي صاحبتي صراحه من غير ريزو سوسيو كنهضروا انا وياها، وما كيكتبش اننا نتلاقاو دائما. تلاقيت معها ديجا في واحد لا فيديو قبل. سلام ام عتامين. سلام كديرين لاباس عليكم؟ مرحبا بيا عندكم. مرحبا بي. وتهلاو فراشة باللايكات، اللايكات بزاف وشجعوها، راه واحد البنت ظريفه الله يعمرها دار. حتى هي ظريفه. غنخلي لكم القناه ديالها في صندوق الوصف، وغنخلي لكم الانستغرام ديالها مكتوب هنايا باش تدخلوا عندك كاملين وقولوا لها حنا من طرف فراشة وما تحشمونيش، وديروا لها ابوني وتفرجوا فيها وخليوا لها لي لايك ديالكم وخليوا لها كلمات زوينين راه غزاله وزوينه. ربي يخليك. باش نديروا ان شاء الله شي فيديو، راه جايه العطله ديال ولدي ان شاء الله غنمشي لعندها، يا اما تجي لعندي يا اما نسافروا لشي بلاصه. المهم شي حاجه زوينه، نديروا شي تحدي ان شاء الله. المهم انتوا اقترحوا علينا شنو هو يكون التحدي. في تيك توك راه اليوم نقدروا نصوروا شي حاجه في تيك توك مجموعه ان شاء الله. ان شاء الله يلا خليكم معنا نعيشوا الاجواء اليوم ديال الاحتفالات ديال ذكرى المولد النبوي في مدينه سلا. قلت لكم غنمشيو لواحد البلاصه زوينه هي هذه، ها هو موكب الشموع سنة هو جاي. التقاليد ان شاء الله، التقاليد السلاويه المغربيه ديال الشموع. لك الدعاي الدعاي زعما هي تركب في الدار. يلا بابا كيدير لك الدعاي. يلا الكشيوات يا اختي الكشيوات زين. يلا ديري الدعاي عند بابا، هز القرعه ديال الما في يد وحده داك الشيء. لا يلا ديري الدعاي يا سيليا. لا فيها القرعة. يلا درتي الدعاية عند بابا. المهم اختي احنا خارجين. واحد وين يجري؟ Thank you.
I'm gonna go get some more.
Thank you.
اختي النشاط.
وكلا بسطيلة. هذه من بسطيلة. لا انا هذه واه واه هاو هاي صايب لي هاو هاي صايب لي ورا بلاتي صبري خصنا ناكلو شي حاجه ما عمرنا كليناها هنا اصلا محفوظه هي سلا هاد السلا ديالي ما عرفتش الصراحه انا كناخذ معقده حدا الدار لا ما عمري مختلفه هل تراقد لي في جي 5 انتم كارانتيكا تناكل واحد انت تيجي عندي في زوين كارانتيكا وحنا باقيين كنتساراو وجينا هنايا حدا المدافع لي في باب الخميس اصلا سناء كتصور فين بعد حنا باقيين كنتساراو اختي شاكرت طلعت للسما انا اختي عاد دخلت للدار صراحه اليوم دز نهار واعر 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 يا سلام طلعت الفكره الزوينه ديال اننا نمشيو نتفرجوا في سلا و تلاقيت مع سناء المهم الاجواء كانت يا سلام انا كنوجد هنايا باغا ندير ان شاء الله غدا حنينه لسيليا خديت هادو ديال الشمع وخديت شميعات حمر بحال هكا وخديت ليها المهم خديت جوج شميعات وجوج دليبات الشمع خديت لهاد الحنه هادي ديال اروى وي ماما عطي بابا عطي بابا يعطيك ديرو يلا هاك هاك دير بابا يعطيك كلهم ديالو المهم خديت لها الحنه هذه ديال اروى هذه ديال الحنوت بوماطه علاش باش دغيا نحيدها لها بلا ما تمل بلا والو بلا ما تبوظ بلا حتى شي حاجه هي اصلا كتعجب الحنه ولكن راكم عارفين الدري صغار دغيا كيجي الخدنيا غنهز ليها زويويقات من هذا السكوتش اللي عندي وغنديرها ليها في يديها ندير لها شي زويويقه مثلا هذه وهذه 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 المهم نديرهم لها في يديها وندير لها هذه الحنه ديال الطوماطه ميم با دو مينوت وغنحيدها لها باش تقلا حميم راه غير واحد 3 ايام وصافي ما عدتش وغتمشي في حالتها المهم نديرو لها العاده ونلبس بنتي شي جبادوره زوينه ولا شي حاجه ونصورها باش تبقى عندها سوفونير ان شاء الله منين تكبر انها درت واحد الحنينه ديال ذكرى المولد النبوي وديك شي هادشي ما كان وغنوجد اول حاجه غنوجد المهم عمرت هذه بالزهر يا اختي عمرت بالزهر يا اختي مرحبا بكم الله ريحتها شحال زوينه خديت هاد المرشه حتى هي باش نصايب بنتي بليسه شويه متيوله واخا انا جمع الفرش الصراحه ديال الصالون هادو البانطوفا ديالي اللي شفت بالنسبه للعشاء هادي جاب عليا القلب ديال البكره هي غنصايب هكا قطيبات هما لي غنتعشاو بيهم قطيبة تخفى الجربة راكم عارفين عندي واحد شوية البصلة شوية بشرمونة نشرمونهم دغيا ونصيبهم قطيبات ونقدر نطيبهم غير في هاد البريصة هادي بلا ما ندير لا شوية ديال الطولة لا الجمر لا تا شي حاجة دغيا داكشي خفا نزربا هادشي مكاين بالنسبة للفيديو ديال اليوم كنتمنى أنه يكون نال الإعجاب ديالكم عادل عادل أجي فين بدل شي حوايجك المهم عادي اليوم ما بانش معايا في الفيديو بزاف ما تديوش على روينه اللي مورايا نساو
كنسني لكم عليها وكنرسم لكم عليها بلا حتى شي وحده تقلق داك من هنا اختي عندي سبب ليك عادي علاش ليك اللي تبقاي تشقي تبقاي تقدي حتى شي حاجه الله يرضى عليك مرتي ليك عادي انت غادي تهضرك والله انت اللي قلتي لي قال لي ما دير حتى شي حاجه انت سيري واحد سيختو ملي عطاني الطبيب الراحه الله يخليك الكبيده الكبيده بنتي مروح مسكين مريض بالرواح ووسيلية المهم عادي ما بانش معايا اليوم في الفيديو جيبها معايا عادي ما بنتيش معايا بزاف قلت لي ما زهر انت كتجري بنتك كتجري قسموني قسموني راجلي تطلقي لي راجلي اوي وانتي طلقي راجلي وانتي طلقي لي راجلي طلقي وانتي طلقي لي راجلي هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديالي ما كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم ما تنساوش انكم تدخلوا عند سناء راه خليت لكم اللين ديال القناه ديالها في لا باغ دافو بيزو كبيره باي